ما نطلع هناخد حاجتين صغيرين جدا من يعني مشاهدينا، لانه في بعض المشاكل اللي بتقابل الناس، وبنحاول احنا يعني قدر الامكان يعني بنحاول ان احنا نعرض الصورة لعل وعسى ان يكون هناك من يستمع لينا. في احدى قرى البحيرة في مشكلة، في احدى قرى البحيرة، ومعايا من البحيرة الاستاذ عصام. يا استاذ عصام اهلا بيك. الو مساء الخير دكتور محمد. اهلا بيك، قول لي بقى ايه المشكلة، المشكلة فين وايه المطلوب؟ تحياتي لحضرتك ومشاهدينا الكرام. اولا بشكرك برنامج قناه المحور وخاصه برنامج 90 دقيقه. الحقيقه فني من قريه كوم جعيف التابعه لمركز مدينه اثار بارود محافظه. قريه اسمها ايه؟ قريه كوم جعيف. كوم جعيف تمام، التابعه لمركز مدينه اثار بارود. تم اختراض من برنامج فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنميه القرى الاكثر احتياجا. تمام. الحقيقه فني احنا رحنا للمحافظ اكثر من مره وتعبنا كثير، تمام، وقابلنا المحافظ اكتر من مره ولم يفعل شيء. تمام. القريه يا فندم المفروض يعني ايه قريب. استنى بس بالراحه بالراحه، يعني انتوا رحتوا لسياده المحافظ قلت له ايه ولم يفعل شيء في ايه؟ اولا يا فندم رقم واحد بخصوص الموقف، تمام، حصلنا على تاشيره بتاريخ 26/11/2018، تمام، زائد رحنا له بتاريخ 27/11/2018، تمام، وقابلناه في مكتبه. تمام. قلنا يا فندم مشكلة، أول مشكلة بخصوص الموقف، إحنا ما عندناش مواصلات من القرية تمام للمدينة. المهم إحنا حصلنا على التأشيرة، قلت له اتفضل تأشيرتك يا فندم ما اتنفذتش أهيت. قال خلال 48 ساعة هيتم تنفيذ التأشيرة، وإذا لم يتم تنفيذ التأشيرة سوف يتم إقالة مدير المواقف الخاص بالبحيرة. تمام. تمام. بعد كده يا فندم برضه يا فندم حصلنا على تأشيرة تاريخ 6 بتاريخ من 18. من سيادة المحافظ. من المحافظ يا فندم. تمام. يعني التأشيرات انتوا بتحصلوا عليها. بنحصلوا عليها. تمام. بعد كده يا فندم حصلنا برضه على تأشيرة أخرى. تمام. وفي أحد المسؤولين أنا قال لي شخصيا اركبوا حمير يا فندم. فقلت قال لكم إيه؟ قال لنا اركبوا، يعني قلت له خصوصا ما فيش مواصلات يا فندم، قال لي روح اركبوا حمير. ده مسؤول ده مين ده يا فندم؟ مين ده يا أستاذ عصام؟ ده كان رئيس مجلس المدينة سابقا يا فندم. رئيس مجلس مدينة إيتاي البارود؟ سابقا. تمام. يعني انتوا قلتوا له مفيش مواصلات قال لكم اركبوا حمير. قال اركبوا حمير. ده مشي امتى؟ مشي امتى؟ ده مشي من حوالي 3 4 شهور والمحافظ عارف يعني مشي بسبب الواقعة دي ولا بحاجات تانية؟ لا يا فندم هو كان طالع معاش اصلا. كان طالع معاش. تمام تمام تمام. فقلت الكلام ده للمحافظ. تمام. قال لي المدير المواقف قال لا قدامك 48 ساعة لحل مشكلة هذه القرية، مع العلم ان القرية دي قرى اكثر احتياجا يا فندم. تمام. هو بص يا استاذ عصام، هو مفيش اي حاجة تمام في اللي انت بتقولها، يعني كلها مشاكل اهي، فيعني قول لي. تمام. ايوه. ثانيا برضه حصلنا على تأشيرة يا فندم. تمام. برضه في شهر 2. تمام. وقلنا انا حصلنا على تأشيرة بخصوص موقف ثاني برضه ما اتنفذتش. في مدير المواقف اسمه عبد اللي هو عبد النعيم السباعي متعند الموضوع لا يعلم احد، بيدي معلومات مغلوطه لسياده المحافظ. طيب احنا هقول لك اهو، قريه كوم جعيت يا استاذ علام، استاذ علام معانا اللي هو هشام امنه. الحقيقه انا اعرفه كويس واتكلمت معاه اكتر من مره وعارف هو بيشتغل وبيعمل ايه في البحيره. وعلى هذا الاساس اذا كان زي ما حضرتك استاذ عصام بتقول انه المحافظ المعلومات ما بتوصلوش، احنا هنتواصل مع اللواء هشام امنه ونحاول نشوف مشاكل قريه كوم جعيد بحيث ان احنا يعني نحاول نحلها، يعني عشان برضو احنا سمعنا منك وهنسمع من سياده المحافظ ونشوف المشكله فين بالظبط. انا بشكرك جدا. احنا كان معانا صور لقريه كوم جعيد يا جماعه، مش كده؟ كان معانا صور. طيب خلينا نتواصل مع سيادة المحافظ ونعرف منه ايه اللي حصل. في حاجة برضو تانية، صورة الأستاذ صبري محمد، يعني هو حتى بعت لنا، يعني أنا أشاركه تماما في الأزمة اللي هو فيها، لأنه السيدة والدته مختفية، اختفت، وهو طلب مننا أن احنا نعرض صورة والدته لعل وعسى ان يكون هناك من يدل عليه. ورونا يا جماعه الصوره كده. ده الاول اهو، بعت لنا الاستاذ صبري محمد
يعني انه عاوز نساعده في نشر صوره والدته من خلال البرنامج، لانها يعني تائهه، تاهت يعني، خرجت وما رجعتش وما يعرفش عنها حاجه. هو من مغاغه في المنيا وابن وحيد للسيده والدته سيده فايزه. في هي بتعاني من مرض نفسي واكتئاب، وسابت اوراقها والمعاش ودفتر التوفير. فاحنا اللي هنقدر نعمله يا استاذ صبري، احنا هنعرض الصوره، صوره الست فايزه اهي، والده الاخ صبري محمد. احنا معانا الاستاذ صبري، مش كده؟ الاستاذ صبري معانا. يا استاذ صبري اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، الله يخليك يا استاذ. ربنا يخليك. احنا يعني عارضين صوره الست فايزه، هي والده حضرتك الحاجه فايزه. متشكر لحضرتك، ربنا يخليك حضرتك وتلبيه. هي يا فندم خرجت امتى من البيت؟ بقى لها قد ايه؟ هي دي لها فتره كبيره قوي يا فندم، وانا يعني لوحدي ومفيش حد بيساعدني. ايوه، بقى لها فتره كبيره قد ايه؟ كذا شهر يعني ولا ايه؟ لا ده هي متغيبه حضرتك من 2/7/2008. 2008؟ 2008 يعني والدة حضرتك داخله دلوقتي كده في 11 سنه. 11 سنه يا فندم، 11 سنه. 11 سنه ده في دول قامت ودول راحت ورؤساء طيب. جم ورؤساء، ده كتير قوي يعني. طب وما فيش اي معلومات يا استاذ صبري عنها؟ ما حدش قال لك حاجه؟ ما حدش كلمك؟ والله يا فندم يعني كل ما حد بيقول لي معلومه بتوجه عليها. طب انت قدمت لها، قدمت بلاغات طبعا وحاجات وكده؟ انا عملت بلاغين يا فندم وشكاوى الحكومه وفاكسات، ويعني لفيت على جميع الجهات. طيب احنا من ناحيتنا، احنا من ناحيتنا اهو نشرنا يعني نشرنا الصوره. ربنا يخليك، ده اقل ما يجب. نشرنا الصوره، فلو حد يعرف الحاجه فايزه قابلها بقى 11 سنه فيعرفها حتى كمان انه ابنها بيبحث عنها. او ما تقول لنا عنوانك كده نكتبه في يعني، او مش هينفع طبعا. الرحمنيه مركز مغاغه. ايوه فندم، المنيا. المنيا مغاغه، محافظه المنيا. المنيا. طيب احنا هنحاول اهو، وممكن مره تانية نبقى نعرض الصوره، يعني يمكن ربنا يكرم ان شاء الله وتلتقي بوالدتك مره تانية. بشكرك جدا استاذ صبري محمد من المنيا. تعرف الحياه مليانه قصص يا جماعه، والله صعبه جدا. خلينا